هنجرب في الأول بس هيعمل ايه وبعد كده 101 المقدمة الثانية مش كده؟ شوف آخر حاجة كده عشان لا ما المشكلة ليست في التقديم ولا في التأخير، المشكلة في النص حتى لو حطيت الجيب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وهدايته وإحسانه وفضله في المقدمة الثانية في شرح السنوسية الكبرى لسيدي أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان الكلام فيما سبق في ذكر مقدمتين، قال رضي الله تعالى عنه: ينبغي أن نقدم قبل الشروع في شرح مسائل الفصل مقدمتين تمس الحاجة إليهما. المقدمة الأولى في حد علم الكلام وبيان موضوعه وفي تفسير ألفاظ تستعملها العلماء في هذا العلم، فتكلم عن حقيقة علم الكلام، ثم بعد ذلك تكلم في ألفاظ يحتاج إليها في هذا العلم، منها لفظ العالم ولفظ الأزل ولفظ ما لا يزال والقديم والدائم إلى غير ذلك، حتى وصلنا الآن إلى المقدمة الثانية. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اعلم أن الاستدلال على أربعة أضرب، أنواع الإيه؟ الاستدلال. الأول الاستدلال بالسبب على المسبب، كالاستدلال بمس النار مثلا على احتراق الممسوس. يعني أنواع أو طرائق الاستدلال أربعة: إما أن نستدل بالسبب على إيه؟ على المسبب، فمثلا مس النار لشيء احترق أو يعني حرق، هذا إيه؟ المس هو إيه؟ هو سبب للإحراق، والاحتراق هذا هو المسبب عن إيه؟ عن المس. فنستدل بالسبب على إيه؟ على المسبب، كالاستدلال بإيه؟ بمس النار مثلا على احتراق إيه؟ الممسوس، يعني الشيء الذي إيه؟ مسته إيه؟ النار. الثاني عكسه، عكسه يعني الاستدلال بالمسبب على السبب، يعني نستدل على المس على السبب اللي هو مس النار للشيء، نستدل عليه باحتراق الشيء. يعني الأول نقول إيه؟ لماذا احترقت الورقة؟ لماذا؟ إيه السبب؟ فنقول إيه العلة؟ فنقول أن النار مستها، إذا مس النار سبب والورق إيه؟ مسبب، حرق الورق. بعدين عاوزين ايه؟ نعكس،
فلا نستدل على احتراق المنصوص اللي هو المسبب بالسبب، وانما نعكس ده، ما نستدل بالعكس. يعني بدل ما استدلنا بمس النار على احتراق المنصوص، استدلنا باحتراق المنصوص على على مس النار له. واضح كده؟ ده العكس، وهو الاستدلال بالمسبب على السبب. فالاستدلال باحتراق الشيء مثلا على مس النار له، يعني عكسي خلاص. ومنه الاستدلال بوجود الاثر على على وجود المؤثر، لانه المؤثر هو هو السبب، والاثر هو هو المسبب. الثالث الاستدلال باحد مسببين، سبب واحد على المسبب الاخر. إن الاستدلال يعني سبب واحد له له مسببان، يعني تسبب عنه شيئان، هو سبب واحد لكن المسبب اثنين، فنستدل بواحد منهما على المسبب الآخر. أو مثال كالاستدلال بغليان الماء المركب في آنية على النار مثلا على حرارته، يعني الغليان، غليان الماء اللي هو في داخل الإناء، وهذا الإناء موجود على على النار، على البوتاجاز أو على نار مثلا. عندنا حاجتين، في النار هي السبب، لكن في شيئان مسببان، الغليان والحرارة، والحرارة سببها النار، والغليان سبب النار، فهذان مسببان عن سبب واحد. يبقى فإن غليانه وحرارته مسببان على سبب واحد، وهو مجاورته النار. يبقى في الثالث زي اللي عملنا الاستدلال بأحد مسببين، يعني واحد من من المسببين على المسبب الآخر. الاستدلال بأحد مسببي سبب واحد، يعني سبب واحد، ولكن المسبب متعدد أو اثنان، فنستدل بأحد المسببين على المسبب الآخر. وهذا هو المثال، كالاستدلال بغليان الماء المركب في آنية على النار مثلا على حرارته، فإن غليان وحرارته مسببان على سبب واحد، وهو مجاورته النار. فإن حصل استدلنا بأحد المسببين على على المسبب الآخر، يعني ما هما المسببان؟ المسببان الحرارة والغليان، فاستدلنا بمسبب على على الآخر، يعني استدلنا بالغليان على الحرارة، أو بالحرارة على الغليان، على الغليان، مع أن السبب واحد وهو وهو مجاورة النار. لا، استدلنا بأحد المسببين مش على السبب، على المسبب الآخر، يعني هما اثنين مسببين. فبدل ما استدل بالمسبب على السبب، استدلت به على المسبب الثاني. أي معاه، يعني ما الأول كان الاستدلال بالسبب على المسبب، الثاني بالعكس اللي هو المسبب على السبب. هنا لا، ده أنا بستدل بمسبب على مسبب، بس ليه؟ عشان هما مسببان عن سبب واحد، فاستدلت بأحدهما على على الآخر. وضحت يا شيخ؟ بعد كده الرابع، الاستدلال بأحد المتلازمين على الآخر، يعني استدل بأحد المتلازمين، يعني زي اللازم والملزوم، خلاص كده؟
يعني استدل باللازم على الملزوم وبالملزوم على ايه؟ على اللازم. احد المتلازمين على الاخر، كالاستدلال بوجوب كونه جل وعلا عالما على وجوب قيام العلم به. ليه؟ لانهما متلازمان، فكونه تعالى عالما يستلزم قيام العلم به، او يستلزم وجوب قيام العلم به، ووجوب قيام العلم به يستلزم ايه؟ كونه عالما. فذا اسمه احد ايه؟ الاستدلال باحد المتلازمين على الاخر. يا ريت يكون المناهج زي كده، يعني نظامها واضح كده، يعني سبب على مسبب، مسبب على سبب، احد مسببين، سبب واحد على الاخر. دي كده انا فاهم، انما كده انا مش عارف. بعدين احنا وصلنا كام كده؟ رابع. الاستدلال بايه؟ باحد المتلازمين على الاخر، كالاستدلال بوجوب كونه جل وعلا عالما على وجوب قيام العلم به. ومنهم من رد هذا الى القسم الثاني، اللي هو ايه؟ رد الرابع الى ايه؟ الى الثاني، اللي هو ايه؟ استدلال بالمسبب على السبب. الاستدلال بالمسبب على الايه؟ على السبب. يعني جعل الرابع ده يعتبر هو ايه؟ الثاني. خلاص. ومنهم من رد هذا الى القسم الثاني، وهو الاستدلال بالمسبب على السبب، وحصر اللي هو الرد ده، وحصر الاستدلال في الثلاثة الأول. يعني قال هم ثلاثة، مش يعني محصور في ثلاثة وليس ايه؟ أربعة. فإذا عرفت هذا، سواء كانوا ثلاثة أو أربعة، عرفت كده؟ أنواع الاستدلال كام؟ الاستدلال بإيه؟ السبب على المسبب، وبعدين ايه؟ بالمسبب على السبب. الاستدلال بأحد مسببي سبب واحد على الآخر. الرابع اللي هو الاستدلال بأحد المتلازمين، قلنا اللي هو الرابع ده ردوا إلى الايه؟ إلى الثاني، اللي هو بالمسبب على ايه؟ على السبب، لأنه قالوا أحد المتلازمين يعتبر سبب والثاني ايه؟ مسبب. يبقى ده زي ده، مفيش داعي نخلوهم أربعة، وحصرناهم في كام؟ في ثلاثة. بيقول لك فإذا عرفت هذا، فالذي يصلح من هذه الأنواع لمعرفته تعالى النوع الثاني والرابع، هو ده اللي ينفع نستدل به على 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 المعرفة، على الوجود، على الصفات الإلهية، هو النوع الثاني والرابع، اللي هو الرابع اللي هو ايوه اللي هو رده بعضهم الى الايه؟ الى الثاني. وسواء رده او ما ردهوش، او الثاني معانا، يعني لو خليناهم الثاني والرابع على الاصل، او خليناهم ثلاثه برضو معانا، لانه رجع لايه؟ رجع للثاني، يبقى معانا الثاني وفيه ايه؟ ويرد اليه الايه؟ الرابع. يا اما يبقى كده، لو خليناهم كده يبقوا اثنين، لو ما ردناش هيبقوا كام؟ ثلاثه. يعني كانه الانواع الجائزه في حقه تعالى اثنين او ايه؟ او ثلاثه، اثنين مع الرد وثلاثه من غير ايه؟ لا. اما الاول اللي هو ايه؟ الاستدلال بالسبب على المسبب، فمحال في حقه تعالى لوجوب وجوده، فيستحيل ان يكون له سبب. فلو قلنا الاستدلال بالسبب على المسبب، يعني معنى كده هنستدل على الله تعالى بايه؟ بسببه، هيصبح هو ايه؟ مسبب، ويستحيل ان يكون تعالى له ايه؟ له سبب. له سبب. وبعين هذا
يعني بعين هذا الايه الرد. هذا الرد يبطل في حقه القسم الثالث لانه احد مسببي سبب واحد. ما هو نفس الفكره يعني بنفس الرد ده هنرد به على الايه على الايه الثالث فيكون ايضا باطلا في حقه. اذا في الذي يصلح في حقه كم؟ الثاني والرابع. واضح كده؟ يلا هات يا مولانا الحاج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المحشي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم شيوخنا في الدارين آمين. قوله المقدمة الثانية المناسب لقوله سابقا المقدمة الأولى في كذا أن يقول هنا المقدمة الثانية في أضرب الاستدلال اعلم إلى آخر قوله الاستدلال بالسبب. الحاجة اللي مش واضحة اسأل فيها عشان ايه نبين من الآن. قوله ايه مولانا أول حاجة؟ قوله المقدمة الثانية كان المناسب لقوله سابقا المقدمة الأولى في كذا أن يقول هنا المقدمة الثانية في أضرب الاستدلال اعلم أن الاستدلال على يعني هو الأول لما ذكر المقدمة الأولى كأنه وضع لها عنوان هنا دخل في الثانية من غير ما يعمل لها عنوان يعني قال المقدمة الثانية باب في ايه كان زي ما قال هناك المقدمة الأولى في ايه في حاجة في كذا وكذا فجاء في المقدمة الثانية ظلمها لم يقل المقدمة الثانية في كذا راح داخل في الموضوع مباشرة. فإذا كان الشيخ يعني سهى عليه وهو بشر يبقى نحط لها احنا عنوان يبقى نقول ايه المقدمة الثانية في أضرب الاستدلال هو العنوان ما تعبناش الشيخ في الحاشية ذكر لنا العنوان يعني لو سابنا كده كان قعدنا نقول في أنواع الاستدلال في أضرب الاستدلال في أقسام الاستدلال في مش عارف إيه الاستدلال وعكسه في عكسه فأحسن حاجة قوله الاستدلال بالسبب نحو هذا الخمر شربه حرام لإسكاره يعني هنا الاستدلال بالسبب هذا الخمر شربه حرام لإسكاره يبقى كده استدل بالسبب اللي هو الإسكار على حرمة الخمر نعم وقد استدل بالسبب وهو الإسكار على المسبب وهو الحرمة زي ما قال لك الاستدلال بمماسة النار على احتراق المنسوج فهنا نفس الحكاية أما نستدل إيه على إيه السبب اللي هو الإسكار على حرمة الخمر خمر حرام ولا مش حرام ما أنتم مش بتشربوها مش هتفرق معاكم حرام ولا حلال شكرا ونحو هذا الثوب محترق لمماسة النار له وهذه طريقة الفقهاء والأصوليين يعني خد بالك هنا ده اسمه ايه الاستدلال بالايه ها السبب, السبب على المسبب طبعا المسبب اللي هو الحرمه والسبب اللي هو ايه يعني الحرمه مسببه على الاسكار يعني الاسكار هو سبب الايه التحريم او سبب الحرمه ونحو المثال اللي ذكره في فين في فوق في الشرح مش في الحاشيه نفس المثال اللي تحته ونحو هذا الثوب محترق لمماسه النار له وهذه طريقة الفقهاء والأصوليين اللي هي الاستدلال بالسبب على وإن جعلت العلة حدا وسطا كان قياسا منطقيا يعني هو هي ده قياس أصولي أو قياس الفقهاء لأن الفقهاء لما يجي يذكر حرمة شيء ليس فيه نص بيقيس على إيه على ايه على اصل محرم بجامع ليه بجامع العله فهنا بيقول لك اذا جعلت العله حد وسط يبقى في الحاله دي اصبح هذا القياس منطق لانه عندنا الحد الايه الوسط بيبقى ايه الحد الاصغر مندرج فين في الايه في الحد الاكبر زي ايه ويسمى وان جعلت العله حدا وسطا كان قياسا منطقيا شوف كده عايزين نخليه منطق نقوله كده نقوله الخمر مسكر هي العله اللي احنا قلنا عليها السبب اللي هو الاسكار
نخلي نقول عليها علة ما نقولش عليها سنة. يقول الخمر مسكر ونجيب العلة اللي هي الإسكار، وكل مسكر حرام مش كده؟ يبقى إذن إيه النتيجة؟ الخمر حرام. ونقول كده هذا الثوب مسته النار وكل ما مسته النار فهو محترق، هذا الثوب هو إيه؟ هو محترق. إذا جعلنا العلة حد وسط يبقى إيه؟ يبقى ده قياس المنطق خلاص؟ لو ان في ذكر فيه الحد ده الوسط. ما هو احنا سميناه عله، لسه هنتكلم في السبب. عله اللي فيه التلازم بيسموه عله، اللي ما فيهوش تلازم بيسموه سبب، ممكن يكون عادي ليس فيه تلازم بينه وبين المسبب. اللي هو فيه تلازم بينه وبين المسبب يسمى ايه؟ عله. يعني كأنه لا يسمى إلا من جهة التلازم. واضح؟ يلا أشكرك. نعم. وإن جعلت العلة حدا وسطا كان قياسا منطقيا، فتقول الخمر مسكر وكل مسكر حرام، وهذا الثوب مسته النار وكل ما مسته النار. يعني هو لما قال لك هنا وإن جعلت العلة يعني السبب، لأن هي هنا سبب خلاص كده. لكن احنا سميناها ليه سبب؟ لأنه يجوز الانفكاك، مش تلازم، إنما العلة والمعلول فيه تلازم. فعند المتكلمين أو عند أهل السنة يقول لك هذا سبب، يعني مس النار للشيء سبب لإحراق، والإحراق هو الإيه؟ هو المسبب. إنما لا نقول علة، لأنه مثلا لما ألقي سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار، لو كان علة يلزم من الايه؟ من وجود العلة اللي هي المماسة احتراق الشيء، ويلزم من الاحتراق وجود الايه؟ العلة. هنا جعلناها علة ايه ومعلوم، زي يقولوا فإن جعلت العلة خلاص، وإن جعلت العلة حدا وسطا كان قياسا ايه؟ منطقيا. وهو التلازم العادي ما يبقاش علة، العلة العقل يبقى علة. ويسمى هذا الدليل عند الأصوليين قياس العلة، وعند المناطقة البرهان اللمي. اللمي يعني ده اسمه قياس العلة. عند مين يسمى هذا الدليل؟ عند الأصوليين قياس العلة، وعند المناطقة ما يقولوش قياس علة، يقولوا البرهان اللمي. فعندك حاجتين في البرهان. لمي يعني منسوب إلى لما، وبعدين الثاني اسمه الإمي. يبقى احنا قلنا كده، خد بالك، الاستدلال بالسبب على المسبب يسمى عند المنطقيين البرهان اللمي. ويعني ايه برهان اللمي؟ يعني برهان لما. وعند الاصوليين يقولوا عليه قياس العلة، والمنطقيين يقولوا عليه ايه؟ برهان لمي. وعند الأصوليين يسمى قياس العلة. طيب عكسه ايه هو القياس الاستدلال بايه؟ ها؟ بالسبب على. طب ايه عكسه؟ يبقى ده اللي يسموه ايه؟ اللي هو العكس، اللي هو بالسبب على المسبب، يسموه الإني. يبقى الذي اذا استدل بالسبب على المسبب فهذا عند المنظرين اسمه قياس او برهان ايه؟ ها؟ لمي عند المنطقين. اما عكسه اللي هو بالمسبب على السبب يسمى ايه؟ البرهان الاني. وبرهان ايه؟ عند الاصولين قياس او اسم قياس الدلاله. فاللمي ايه الفرق بين اللمي والايه؟ والاني. اللمي هو الذي يفيد العلم بسبب وجود الحكم. يبقى اللمي هو الذي يفيد العلم بسبب وجود الحكم. خلاص كده؟ اللمي هو ايه؟ الحكم. اللمي هو الذي يفيد العلم بسبب وجود الحكم. أو تعريفه ما كان الحد الوسط فيه علة للأكبر في الذهن وفي الخارج. ده التعريف الواضح شوية. وإما أن تقول
اللمي هو الذي يفيد العلم بسبب وجود الحكم، او تقول ايه ما كان الحد الوسط او الاوسط فيه الا للاكبر في الذهن والخارج. ما عندنا حد اصغر وحد اكبر ووسط كده. لما نقول مثلا نجيبها في مثال كده، العالم حادث كده، وكل حادث او ده الحد الايه الوسط. بعد كده ايه وكل العالم متغير، وكل متغير حادث، العالم ايه حادث. فين الحد الايه الاصغر؟ العالم متغير. طب فين الوسط اللي هو وكل متغير حادث؟ فين الحد الاكبر؟ العالم ايه حادث. فيبقى الوسط ده عله لايه؟ للاكبر في الذهن وفين وفي الخارج. او مثلا نجيب المثال اللي معانا الان ده اللي هو ايه بتاع الخمر، هات بتاع الخمر او بتاع النار اللي عجبك فيه. يقول كده الخمر مسكر. الخمر مسكر وكل مسكر، يبقى ده الحد الوسط ده حرام. يبقى الخمر ايه حرام. يبقى الحد الوسط اللي هو الاسكار كده عله للايه للنتيجه اللي هو ايه انها ايه انها حرام. يبقى اندرج الحد الاصغر فين؟ في الوسط، اندرج في الوسط تمام كده، ثم جاءت النتيجه. يبقى هذا بيسموه ايه ما كان الحد الوسط فيه عله للاكبر فين؟ في الذهن وايه وفي الخارج. نجيب مثال، قلنا عله فين؟ في الذهن وفين؟ المثال هذه الخشبة مستها النار وكل ما مسته النار محترق. خشبة ذي مستها النار وكل ما مسته النار محترق. يبقى في هذه الحالة مس النار علة للاحتراق فين؟ في الذهن وفين؟ وفي الخارج. فمس النار علة في الذهن أي هو السبب في الحكم لأنه شيء محترق، والواسطة بين الأصغر والأكبر خلاص كده. الواسطة بين الأكبر والأصغر هي التي أدت إلى حمل الثاني على الأول، وعلة فين أيضا؟ في الخارج. يبقى إذن هذه العلة علة فين؟ في الذهن وعلة فين؟ يبقى في هذه الحالة يسمى اللمي. يعني كأننا قلنا لما هذا الشيء محترق؟ فنقول إيه؟ بسبب مس النار. بسبب مس النار له. ده تعريف الإيه؟ اللمي. طب أما الإني هو ما يفيد العلم بوجود الحكم فقط لا بسببه. يبقى اللم هو ايه؟ هو الذي يفيد العلم بسبب وجود الحكم. انما الان هو الذي يفيد العلم بوجود الحكم فقط لا بسببه. أو نقول إيه في ثاني؟ أو ما يكون الحد الأوسط إلا في الذهن فقط دون الخارج. ما الفرق بين اللمي والإني؟ يبقى الإني اللمي هو الذي يفيد العلم بسبب وجود الحكم، أما الإني هو الذي يفيد العلم بوجوده فقط لا بسببه. واللمي الحد الوسط علة في الذهن والخارج، والإني علة في الذهن فقط. هذا هو السبب، وتاخذ كده 100% وتتوكل على الله ولا تتعب حد ولا غير. قول يا شيخ ثاني كده. ها فرق دون سبب.
يبقى اللم ده يفيد العلم بوجود الحكم دون سببه. اللم يفيد الحكم بسبب وجود الحكم، بسبب وجود الحكم. والحد الوسط فيه علة للحد الأكبر في الذهن وفي الخارج. أما البرهان الإني هو ما يفيد العلم بوجود الحكم فقط دون سبب، والحد الوسط فيه علة في الذهن فقط. واضح كده؟ طيب مثلا احنا شرحنا ايه اللي هو اللمي. اقول مثلا هذه الخشبة مستها النار، وكل ما مسته النار محترق. يبقى مس النار علة لاحتراق الخشبة في الذهن وفي الكارب. هنجيب مثال اللي هو ايه للإني، فنقول هذه الخشبة محترقة، وكل محترق قد مسته النار. يبقى ده ايه؟ افادنا العلم بوجود الحكم، لكن ما افادنا العلم بسببه. قلنا الخشبة دي محترقة وكل محترق قد مسته النار، فالاحتراق علة ليه؟ علة المس في الذهن. خلاص؟ اي هو الجامع بين الاكبر، بين الحد الاكبر والحد الاصغر في الذهن، حتى وقع الحكم باحدهما على الاخر، وليس الا في الخارج، بل الامر بالعكس كما مر. ده اللي هو ايه اللي قلنا عليه الاني. يبقى اعلم كده ان الحد الوسط هو الا في الذهن ابدا على طول. سواء إني أو لمي يبقى علة في الذهن أو إنما إذا كان لمي يبقى علة في الذهن والخارج. يبقى أعلم أن الحد الوسط علة دائما في الذهن، إلا أنه تارة قد يكون علة في الخارج أيضا، وهو إيه؟ وهو اللمي. أما إذا كان في الذهن فقط هو إيه؟ الإلمي. خلاص كده؟ يلا. ويسمى هذا الدليل عند الأصوليين قياس العلة، وعند المناطقة البرهان اللمي، لأن الحد الأوسط فيه يصلح جوابا للسؤال. أول ما تسمع كلمة لمي يبقى معناها الاستدلال بالسبب على إيه؟ على المسبب، أو إيه؟ أنه الحد الوسط علة فين؟ الذهن والقلب. لأن الحد الأوسط يصلح فيه جوابا للسؤال بلما. لأن الحد الأوسط فيه اللي هو اللمي يصلح جوابا للسؤال بلما. فإذا قيل لما كان الخمر حراما فيقال لأنه مسكر. جميل. يبقى معناها لأنه مسكر ده الجواب، صلح للسؤال بلما. لما أو لماذا؟ لماذا كان فرح ما تفلسف وما قالش لما، راح قال لماذا؟ او مثلا يقولها في البلد كده عشان خضري او عشان ايه، خلاها اياها، فمش شرط اللفظ يعني. قوله كالاستدلال باحتراق الشيء، يعني لما نقول لما من يصلح للجواب للسؤال بلما، اما الاني حنقول لانه. يعني الاول قلنا لما كان القمر حراما، لما الإن يقول لأنه مسكر فهو حرام. جميل. قوله كالاستدلال باحتراق الشيء، فتقول هذا الجسم مسته النار لاحتراقه. وإن جعلت المسبب حدا وسطا كان قياسا منطقيا، فتقول هذا الجسم محترق وكل محترق مسته النار، ينتج هذا مسته النار، وهذا يقال له برهان إني، لأن الحد الأوسط فيه يفيد إنية النسبة أي تحققها. يعني كلمة يفيد إنية النسبة يعني تحققها، لأنه يعني إذن لأنه مسكر يعني تحقق فيه الإسكار، هذه الإنية لأنه. قوله ومنه أي أيوة. وهذا فهم في الشرح
ومنه الاستدلال بوجود الأثر على وجود المؤثر. ومنه الاستدلال بوجود الأثر، وهذا شأن أهل هذا الفهم اللي هو النوع ده إيه ده؟ بوجود الأثر على وجود ده المؤثر. النوع إيه ده؟ ده اللي هو النوع الثاني. الثاني يعني. ومنه وهذا شأن أهل الفن، وذلك كقولك العالم صنعة، وكل صنعة لها صانع، ينتج العالم له صانع. فالأثر كالعالم والمؤثر كالمولى. مش كالعالم، كالعالم والمؤثر كالمولى. فالمولى يقال له سبب مؤثر. لا، سبب ومؤثر. سبب ومؤثر، لكن لا يقال له مسبب. نعم. ولا يقال له أثر، وإنما يقال له إيه؟ مؤثر. قوله بأحد مسببي، فإذا كنت عالما بالغليان دون الحرارة الوعد. يعني لما جاب لك النوع اللي هو الثالث، الاستدلال بأحد مسببي سبب واحد على الإيه؟ على المسبب الآخر. يعني هو حشتين لهم سبب، أو لهما سبب واحد، فنستدل بأحد المسببين على المسبب الآخر، مع أنهم الاثنين سببهم واحد. يعني مثلا هذا الماء يغلي وهو إيه؟ حار، يعني فيه إيه؟ سخونة. دول حاجتين، الحرارة والغليان، والسبب واحد وهو إيه؟ مس النار أو مجاورة للنار. فنستدل بأنه يغلي على حرارته، ونستدل بالحرارة على أنه يغلي. يعني نستدل بأحد المسببين على السبب. فإذا كنت عالما بالغليان دون الحرارة لبعدك عن الماء مثلا، يعني بيقول لك إيه؟ فإذا كنت افتراضا، فإذا كنت عالما بالغليان دون الحرارة. فبيجي واحد يقول لك يا أخي كيف أفضل أحد مسببي استدلال بتأخر أحدهما على تأخر الآخر، لأن السبب التأخر واحد. يمكن ما لقوش مواصلات مثلا. لا، خد بالك يعني. كيف أكون عالم بالغليان دون الحرارة؟ يعني يقول لك فإذا كنت عالما بالغليان دون الحرارة، وقال لك لبعدك عن الماء، يعني أنت شايف المية بتغلي لكن أنت بعيد عنها، فمش هتعلم الحرارة. أنت تعرف أنه حر لما تيجي يمه، لما تيجي تحط إيدك عشان تصب الشاي يروح يلسعك، يبقى إيه؟ عرفت الحرارة. إنما أنت بعيد تلقى إيه؟ البخار طالع، وتعرف أنه بيغلي لكن لا تعرف الحرارة بسبب إيه؟ بسبب البعد. يبقى في الحالة دي تقول طالما بيغلي يبقى هو ايه؟ في حرارة. شفت كده؟ فاستدلت بالغليان على الحرارة. انما لو كنت جنبه وحاسس بالغليان وبالحرارة يبقى ما فيش داعي تستدل، بلك شايفه. يبقى فاذا كنت عالما بايه؟ بالغليان دون الحرارة لبعدك عن الماء مثلا، فتقول كلما وجد الغليان وجدت المجاورة للنار، وكلما وجدت مجاورة النار وجدت الحرارة. ينتج كلما وجد الغليان وجدت الحرارة. يبقى فقد استدل بأحد المسببين على وجود المسبب الآخر. يلا. وهذا القسم مأخوذ من القسمين قبله، لأنك تقول كلما وجد هذا المسبب وجد سببه، وكلما وجد ذلك المسبب وجد المسبب الآخر، وبالعكس. يعني أقول لك القسم الثالث ده ما فيش ما يعني لازمة لي، لأنه عبارة عن تركيب القسمين الأولانيين. يعني كأنك استدليت بالسبب على المسبب، وإيه بالعكس اللي هو إيه الثاني. أما الثالث فهو مركب منهما، وذلك يقول لك هنا إيه؟ وهذا القسم مأخوذ من القسمين قبل. في جديد بس كل ما في الأمر هذا المكان كل واحد فيه قسم، خلانا القسمين قسم. ففي عندنا ثلاث حاجات، أول حاجة الاستدلال بالسبب على المسبب، وبعدين عندنا بالعكس بالمسبب على السبب، وبعدين إيه مع
جمعناه مع بعض بأحد المسببي سبب، يعني كأنك قلت إيه، كلما وجد هذا المسبب وجد سبب، وكلما وجد ذلك السبب وجد المسبب الآخر وبالعكس. واضح الرسم؟ قوله غليانه، فيه أن الغليان مسبب عن الحرارة القوية المسببة عن مجاورة النار، فالاستدلال بالغليان على وجود الحرارة من الاستدلال بالمسبب على السبب، لكن هذا بحث فيه مثال وهو لا في مثال وهو لا هذا بحث في مثال وهو لا يضر، يعني كنا عملنا البحث ده والتنقيب عشان المثال، وطبعا ده ما فيش يعني في كبير فائدة. قوله وبعيني هذا، أي وبالعلة التي قيلت في الأول يقتل الثالث. يعني احنا قلنا انه الأول باطل، يعني هو القسم الأول والاستدلال بالسبب على المسبب باطل في حقه تعالى، فان حصر أو الذي يصلح من هذه الأنواع لمعرفته تعالى النوع الثاني والرابع بس. أما لما قال وبعين هذا، لما أراد أن يبطل إيه الثالث، مش كده؟ قوله وبعين هذا يبطل إيه في حقه القسم الثالث، ومش أبطل الأول، نفس العلة التي أبطل بها الأول يبطل بها أو يبطل بها إيه الثالث. نعم؟ بيقول أيها بالعلة التي قيلت في الأول يبطل الثالث، فيقال في بطلان إنه ليس هناك سبب أثر في الله عز وجل وفي غيره. يعني احنا قلنا المسببين عن سبب واحد، إذا معنى كده إنه في سبب واحد أثر في مسببين، يبقى عشان يصلح الاستدلال بالثالث اللي هو بأحد مسببي سبب على الآخر، يبقى لازم يكون إيه في سبب لله تعالى ولغيره، فاستدل بالمسبب اللي هو وجود الله تعالى على غيره، ويستدل بغيره على وجوده، فإذا يبطل هذا القسم الثالث لأنه ليس هناك سبب أثر في الله وفي غيره حتى يستدل بأحدهما على الآخر، لأن الذي أثر في الغليان وفي الحرارة هو إيه؟ ممسة النار. فلو جاز أن نستدل بالثالث على وجوده تعالى، يبقى إذن وجود الله له سبب، ونفس السبب ده هو سبب في وجود غيره، فيصلح الاستدلال بأحدهما على إيه؟ على الآخر، حتى يستدل بذلك المسبب على المسبب الآخر على الله، لأن الله تعالى هو أحد الإيه؟ أحد المسببين. نعم. ما تقعد في أي حتة لازم. نعم. طول كراسي واسعة ولا تقعد على كرسي. لا تفرش على العلم والجهل. خلينا وبعينها زي ما قلنا، خليها بعينها دراسه عاطينا عشان ماشي حاضر بس على طول جاهدين يا مولانا. حاجات مش عندنا هشتريها له. قول. مين اللي قفل الميكروفون؟ ها؟ يلا حط ها؟ الله. كيف الكرسي اللي انت عامله؟ هي صح. ده مش انت بريء. ها؟ الله. لا لسه الله. قوله وبعين هذا، أي وبالعلة التي قيلت في الأول يبطل الثالث،
فيقال في بطلانه إنه ليس هناك سبب أكثر في الله عز وجل وفي غيره، حتى يستدل بذلك المسبب الآخر على الله، لأنه لوجوب وجوده يستحيل أن يكون له سبب يؤثر فيه. يكون أصلا ليه؟ لأن الله تعالى واجب الوجود. في واحد عدى فقطع الخبر. لأن الله تعالى واجب ليه الوجود، واجب الوجود لا سبب له، لأنه هو تعالى سبب كل شيء. قال الشارح رحمه الله في النص: إذا عرفت هذا أيها المقلد الناظر لنفسه بعين الرحمة. استنى احنا يا مولانا، لسه الرحمة ما نزلتش. خلاص يا مولانا خلصوا المقدمة الثانية. أيوه ماشي. كان حاجة في الأبوة مشكور هو الشيخ الدردر زعلان. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بس ما تمشيش، عشان لما هتطلع برا هيجيني اظهر لما تتاكد. قول يا مولانا النص. لا قبل النص خلاص كده قلنا ايه كده خلاص المقدمه كده. استنى الاول احنا قلنا عشان بس نخرج بفائده. نعم. اول شيء قلنا انواع الاستدلال اربعه، تمام؟ ايه اللي يصلح تاني في حقه تعالى؟ النوع الثاني وايه والرابع، بس ده اللي يصلح للاستدلال بهما. النوع الثاني والرابع ده احنا قلنا لماذا منع الاول والثالث؟ لان الله لوجوب وجوده لا اول له. يبقى لان الاول محال في حقه، صح كده؟ نعم. والثاني والثاني ممنوع، والثالث كالاول. الثالث مسببي استدلال بأحد مسببي سبب واحد عن مسبب الآخر. يعني منع الاستدلال بالأول والثالث لأنهما محالان في حقه. نعم. خلاص كده؟ نعم. ده البلوى اللي حجي لك دلوقتي. إن قلت إحنا قلنا إيه اللي نفع معانا؟ إيه اللي الثاني؟ اللي امتنع او استحال في حقه هو ايه؟ الاول والثالث. الاول والثالث، يعني باقي عندنا ايه؟ الثاني والرابع. حد يقول الرابع قبل الثاني؟ الثاني وايه؟ والرابع، كده منطق، تمام. حي واحد يقول لك تعالى، انت منعت الاول والثاني لانهما ايه؟ حلال. حلال نعم. يبقى وسلمت او قلت انه ينفع معانا الايه؟ الثاني والرابع. طب ايه رايك ان قيل لك انهما ايضا دول موهمان للمحال؟ مش هيقدر ده برضه فيهم انه حيوهم انه ده محال. فكيف يصحان؟ احنا قلنا يصح بهما الاستدلال بهما بالثاني والرابع. قال لك برضو في مشكلة في الثاني وفي مشكلة في الرابع، لأنهما يوهمان المحال، وأنت بتقول يا صحان، وإذا كان يوهمان المحال فكيف يا صحان؟ طيب كيف هذا؟ فقلنا الثاني، إيه هو الثاني؟ عارفين إيه هو؟ يعني إحنا بنستدل بالمسبب على إيه؟ على وجود السبب، يعني بنستدل بالعالم على وجود الله، لأن العالم مسبب والله تعالى سبب، ويستحيل أن يكون الله تعالى مسبب. يعني يستحيل أن يكون له سبب، واضح كده؟ لأنه واجب الوجود، والذي له سبب هو حادث، والله تعالى قديم، واضح كده؟ هيقول لك تعالى الثاني
يوهم المحال، فلأن كون الباري خد بالك احنا قلناش محال يوهم، طب كون الباري سبحانه وتعالى سببا للعوالم يوهم أنه إلا فيها، مش كده؟ يعني معناها ايه السبب والمسبب يبقى في تلازم، يبقى معناها يوهم العلية والمعلولية، يبقى معناها العالم قديم بقدم ايه بقدم علته، طالما هو سبحانه وتعالى سبب والسبب يبقى ملازم لمين للمسبب والمسبب ملازم، وفي هذه الحالة يوهم العلية، خلاص كده. طب بالنسبة للرابع برضه نفس المشكلة، الرابع هو ايه الاستدلال بأحد المتلازمين، وأحد المتلازمين أيضا يوهم أنه متى وجد، زي ما نقول ايه نستدل بطلوع الشمس على وجود النهار وبوجود النهار على ايه، يبقى معنى كده يوهم أنه متى وجد النهار وجد، والعكس يبقى معناها متى وجد الله تعالى وجد العالم لزوما، وهذا هو معنى التعليل، يعني عين ما عين ما قيل في دفع الايه الاول يقال في دفع الايه الثاني، بس يمكن في الثاني ظهر حتة التلازم دي، وهو معنى التعليل وهو باطل، يعني معناها كده أبطل لينا الأربعة. يعني أصبح الأول كنا إيه قلنا أبعدنا الإيه الأول وأبعدنا إيه، قال لك إيه رأيك حتى الاثنين اللي أنت وقفت عليهم دول ما ينفعوش، لأنه لما نقوله هو سبب حيوهم الإيه العلية، والرابع في تلازم، يعني الله تعالى والعوالم متلازم، يعني هو والعالم متلازمين، وجد الله وجد العالم وجد العالم وجد الإيه الله تعالى، وهذا إيه عين معنى التعليل وهو باطل، فكيف نجيب؟ قال لك الجواب لا مشاح مع فهم المقصود، يعني المشاحة تكون إيه إذا لم نفهم المقصود، أما إذا فهمنا المقصود يبقى إذن ما فيش مشكلة، كيف هذا؟ لأنه صحيح هذا يوهم، يوهم إيه إذا لم يفهم المقصود، إنما أنا فهمت خلاص يبقى ارتفع إيه، يعني مثلا واحد إيه مثلا في قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق، لو أنا نظرت للمقصود من الآية إنه هو تعظيم شأن البيعة، وأن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في الحقيقة بيعة لله، هذا هو المقصود، يبقى أنا مش هروح ناحية الجارحة ولا اليد، مش ذهني مش هتيجي فيه الحكاية دي خالص، لأن فهمت المقصود من الأول، زي أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، المراد إيه في حق الله، وعمر ما راح بالك إنه الله تعالى له جنب الجنب يمين، قال متى يحدث أن النص يوهم التشبيه إذا لم تفهم المراد؟ يبقى كده قال لك والله إذا فهمنا المراد ودي مصطلحات يبقى ما فيش إشكال، يعني ليس المراد بأحد المتلازمين على الآخر أن وجود أحدهما يلزم منه وجود الآخر لزوما، ولكن المراد متى وجد العالم، مش متى وجد العالم وجد الله، ومتى وجد ليس هذا هو اللي هو توهمناه هو الذي أدى إلى المحذور، إنما المراد أنه متى وجد العالم كان دليلا على وجود الله، كما أن المسبب متى وجد كان دليلا على وجود سبب، هذا هو المراد، لا المراد أن الله تعالى يطلق عليه أنه سبب، ما ينفعش، يعني مش المراد أننا نسمي الله تعالى سبب. كيف وهو تبارك وتعالى، يعني مثلا أنا قلت كده السبب في وجود النهار طلوع الشمس، مش كده؟ يبقى يصبح في أحد المتلازمين أو ده سبب للآخر والتاني مسبب، مش كده؟ طب يجي واحد يقول لك يا أخي السبب ده هل يجوز أن نسمي الله تعالى سببا؟ ليه؟ لا، قال لك لأنه تعالى فاعل مختار، والفاعل المختار لا يكون سببا ولا إلا، السبب ده ما ينفعش فيه اختيار،
تفتح الشباك يدخل الهواء، تمام كده، سبب دخول الهواء فتح للشباك. فلو كان الشباك فاعلا مختارا يبقى لا يسمى ايه سبب، والله تعالى فاعل مختار فلا يطلق عليه سبب ولا يطلق عليه ايه علة. فان قلت حينئذ، ما دامت الحكايه زي ما انت قلت كده والمراد فهم ايه، ها فهم المصطلحات وليس ايه المراد التلازم اللي انت قلتوه اللي هو العلة والمعلول، يبقى حينئذ يجوز الاستدلال بجميع الأقسام. يبقى الأول إذا كان حكاية حكاية إيهام حيمتنع الكل، وإذا فهمنا المراد يبقى إيه المانع نحكمها هنا، إيه التحكم ده، ما تخليها الكل ووضح المسألة. فإن قلت حينئذ يجوز الاستدلال بجميع الأقسام، ليه؟ لأن الدلالة حاصلة في كله، هنا في دليل وهنا في دليل، فليه تمنع ده وتجوز ده، ولما تقول لي ده أصل ده ممنوع عشان بيوهم، ضم التنين أيضا بتوهم، يبقى يمتنع الكل. وإن ارتفع الوهم من الثاني وإيه والرابع نرفع من الأول والثالث وخلاص، ويبقى يمشي إيه العملية. فالجواب يقولون لا ما ينفعش عملية مش كده، فالفرق واضح، فإنه يصح الفرق واضح. ليه؟ لأنه يصح أن تقول وجود الباري سبب في وجود العوالم، بس إيه مش بمعنى أنه ليس فاعلا مختارا، وإنما بمعنى أنه لو لم يكن هو السبب كده، لو لم إذا لم يوجد السبب لا يوجد إيه المسبب. فإذا معنى المراد بأنه سبب بمعنى أنه لو لم يكن ما كانت العوالم، وهذا يقال في السبب. فجاز أو من باب التجوز الإطلاق أنه سبب مع أنه فاعل مختار، يبقى بمعنى أنه لو لم يكن ما كانت العوالم، ولا يمكن أن نعكس بوجه أصلا، ما ينفعش نعكس نقول لو لم توجد العوالم لم يوجد مين الحق، فعشان كده امتنع بالأول وإيه والثالث وجاز بالإيه، يبقى رجعنا إلى إيه ما قرره الشيخ ودفعنا إيه الوهم والاعتراض في الأمرين. يلا لو في حاجة مش مفهومة أقوله قبل ما نروح على صفحة 102، ها؟ ما ينفعش نعكس، ما ينفعش أدبا مع الله تعالى، كيف أدبا مع الله تعالى؟ يعني معناها الله تعالى سبب، يعني بمعنى أنه لو ما فيش إله ما فيش عالم، إنما ما ينفعش نعكس نقول لو ما فيش عالم ما فيش الله. ليه؟ لأن الله تعالى ليس مرتبطا وجوده بوجود العالم، بس ما فيش تلازم. نعم. قال إذا عرفت هذا أيها المقلد الناظر لنفسه، ولذلك في قاعدة لازم تبقوا عارفين شكرا، يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، وذلك هذا هو الفرق بين السبب والدليل، أو ده الفرق بين السبب والدليل. ليه؟ لأن السبب يلزم طرده وعكسه، أما الدليل لا يلزم عكسه. يبقى كده يلزم من وجود العالم وجود الله وليس العكس، يبقى العالم دليل على وجود الله، يعني بمعنى أنه شوف كده يلزم من وجود الدليل وجود المدلول ولا عكس، يعني لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. فعشان كده قلنا هذا هو الفرق بين السبب والدليل، الدليل يلزم طرده وعكسه، إذا انتفى السبب انتفى المسبب، وإذا انتفى المسبب انتفى الإيه، يلزم طرده وعكسه، أما الدليل لا طرده ولا يلزم عكسه. كده فرقنا بين السبب وإيه والدليل. يبقى معناها المراد بأن العالم سبب، العالم مسبب، يعني معناها إيه؟ العالم يستدل به، يعني دليل يعني.
أي ما هو هذا هو هذا هو المراد بأنه سبب أي دليل 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 مدلول. ليس السبب اللي هو يهم العلية. يلا. قال المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله ترحموا على المصنفين عشان تلقوا حد يترحم عليكم. وعلى الشارع وعلى السبب برضه. هو بالنسبة لنا سبب. إذا عرفت هذا أيها المقلد الناظر لنفسه بعين الرحمة، فأقرب شيء يخرجك عن التقليد بعون الله تعالى أن تنظر إلى أقرب الأشياء إليه وذلك نفسك. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فتعلم على الضرورة أنك لم تكن ثم كنت، فتعلم أن لك موجدا أوجدك الاستحالة أن توجد نفسك، وإلا لأمكن أن توجد ما هو أهون عليك ما هو أهون عليك من نفسك، وهو ذات غيرك لمساواته لك في الإمكان. وإنما قلنا هو أهون عليك لما في إيجادك نفسك من نفسك لما في إيجادك نفسك من زيادة التهافت والجمع بين متنافيين، وهو تقدمك على نفسك وتأخرك عنها لوجوب سبق الفاعل على فعله. فإذا كانت ذاته نفس فعله لزم المحظور المذكور. يعني كونك توجد غيرك أهون عليك من أن توجد نفسك. نعم. شفت كده؟ كونك توجد نفسك دي صعبة جدا، إنما أسهل حاجة إيه؟ توجد غيرك. خلاص كده؟ نعم. يعني أنت ممكن تهدي مثلا تأثر في واحد أو تهديه أو، لكن عشان تهدي نفسك أنت عاوز لك 10 أنبياء مع بعض عشان يكونوا، إنما تقدر تهدي واحد لكن أن يهدي الله بك رجلا واحد، لأن أنت لازم حد إيه تاني ده المغرب ده فتبقى كده خلاص. يبقى نكمل بعد الصلاة شوية إن شاء الله. خذ يا عم الشيخ السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة الثانية خلصنا هذه الشكلين. صالح إذا عرفت هذا أيها المقلد الناظر لنفسه بعين الرحمة، فأقرب شيء يخرجك عن التقليد بعون الله تعالى أن تنظر إلى أقرب الأشياء إليه وذلك نفسك. يعني إذا أنت فهمت القصة دي اللي احنا بنتكلم فيها دي ده خلاص اديني واحد وكل واحد لازم يعرف التليل بحشتين حاضر مني خلاص تشايفوا عن الحمل ثقيل. إذا عرفت هذا أيها المقلد الناظر لنفسه بعين الرحمة، يعني ارحم نفسك خلي ربنا يرحمك. لا أقرب شيء مش هيتعب أقول مش هيخليك تطلع يعني بعيد ولا تروح مثلا الجبال ولا الأنهار ولا حاجة زي كده. إذا علمت ذلك فإذا كنت يعني تنظر إلى نفسك بعين الرحمة، فأقرب شيء يخرجك عن التقليد بعون الله تعالى أن تنظر إلى أقرب الأشياء إليك وذلك نفسك. قال تعالى قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فتعلم على الضرورة مش كده شكلاني؟ نعم فتعلم على الضرورة. فتعلم أن تنظر فتعلم على الضرورة أنك، يعني ده مش عاوز يعني كمان عناء ولا تعب، ده أمر إيه ضروري يعني تعلمه بالضرورة. فتعلم على الضرورة
أنك لم تكن ثم كنت. هل أتى على الإنسان حين من الذهب لم يكن؟ يعني أنت مثلا أقرب حاجة وأوضح حاجة واضحة جدا جدا، يعني مش عاوزة فهلة ولا مش عاوزة يعني كبير عناء ولا بذل مجهود. بص في نفسك، أنت أزلي يعني أنت دائم الوجود، ها؟ أنت مثلا يعني لم تكن ببساطة بص في إيه؟ في شهادة الميلاد. لو أنت أزلي مين الطلاب في الشهادة؟ ولازم إيه ومكتوبة في تاريخ إيه معين، يعني قبل هذا التاريخ الذي ولدت فيه لم تكن. طيب حيقول لك لا أنا كنت في بطن أمك قبل الحمل لم تكن، أو قبل أمك نفسها لم تكن، وأبوك لم يكن، وهكذا. يبقى أنك لم تكن يعني إيه؟ لم تكن يعني عدم. ثم كنت، طالما لم تكن ثم كنت على البديهة تعلم أن لك موجدا أوجدك. طيب يقول لك شمعنا يعني أوجدنا، أوجدك وأوجد كل شيء، بس احنا خلنا فيك انت بس بعد ما ننتهي منك ندور على غيرك، بس اللي همنا ايه انت. او اذا اثبتنا الامر بالنسبة لك يبقى اسهل بالنسبة لغيرك. فتعلم ان لك موجدا اوجدك. طيب لماذا لازم يكون لي موجد اوجدني؟ والله خطبة لاستحالة ان توجد نفسك، ومستحيل تكون انت اوجدت نفسك. مستحيل لي اكون اوجدت نفسي، اصل هذا يلزم منه ايه الدو، يعني معناه انت متوقف على نفسك ونفسك متوقفة عليك. يبقى لا بد ان تكون متقدما على نفسك لكي توجد نفسك، ولا بد ان تكون متأخرا عنها لكي ايه توجدك نفسك. فحتكون انت جامع بين متناقضين، هو تقدمك على نفسك وتأخرك عنها. واضحة جدا. بيقولوا ايه فتعلم ان لك موجدا اوجدك لاستحالة ان توجد نفسك. والا يعني اذا كان من الممكن ان توجد نفسك، او اذا كنت قد اوجدت نفسك، لا امكن ان توجد ما هو اهون عليك من نفسك. يعني طالما انت اللي اوجدت نفسك او ممكن توجد نفسك، يبقى معناها بالضرورة انك يمكن ان توجد ما هو اهون عليك من نفسك. طب ليه؟ بيقول كده وهو ذات غيرك، يعني ما هو الذي اهون عليك من نفسك ان توجد غيرك. ليه؟ لمساواته لك في الامكان. وطالما هو مثلك في الامكان او مساو لك في الامكان، فحكم المتماثلات واحد. يعني مثلا نفسك ممكنة وأنت قادر على أن توجدها، إذن فأنت قادر على إيجاد أي ممكن، لأن الممكنات متساوية في الحكم. ما ينفعش تكون قادر على إيجاد ممكن ولست قادرا على إيجاد ممكن آخر، لأنهما متساويان في الإمكان. تعال كده بص كده معي الكراسي اللي انت شايفها دي زي بعض. بص كده، بص الكرسي ده والتاني زي بعض ولا كلهم زي بعض؟ تروح تقول لي أنا أقدر على رفع هذا الكرسي، وتقول لي لكن لا أقدر على رفع الكرسي الثاني. ليه؟ هو زي بعض. يعني لو كان الكرسي ده مثلا 10 متر والتاني 5، نقول معلش ده انما الاثنين واحد.
كيف تقدر على رفع أحدهما دون الآخر؟ هل ده ينفع؟ ينفع ده؟ آه. وإنما قلنا هو أهون عليك لما في إيجادك نفسك من زيادة التهافت والجمع بين متنافيين، لأنه لما حتوجد نفسك ده زيادة التهافت، لأنه بيسموه ده تحصيل حاصل. طيب كيف أنت موجود؟ ما هو بعد ما حتوجد نفسك يعني أنت موجود، زيادة التهافت. إيه معنى توجد نفسك وأنت موجود؟ والجمع بين متنافيين، بأنه يلزم على إيجادك لنفسك أن تتقدم عليها لكي تكون موجدا، وأن تتأخر لكي تكون موجدا، لوجوب، لما يقول لك تقدمك على نفسك وتأخرك عنها لوجوب سبق الفاعل على فعله، فأنت فاعل وكل فاعل له فعل، فلازم الفاعل يسبق الفعل والفعل يتأخر عن الفاعل. فإذا كانت ذاته نفس فعله لزم المحذور المذكور اللي هو إيه؟ الجمع بين متنافيين، تقدمك على نفسك وتأخرك عنها. يقول لك والله لا، ده المتقدم هو الفاعل والمتأخر هو الفعل. أقول له إيه رأيك؟ ما هو الفاعل هو نفس الفعل، لأن مش هنكلفك توجد كرسي، ده هنكلفك توجد نفسك، يعني هنكلفك أنت الفاعل توجد الفاعل نفسه، لأنك أنت نفس الإيه؟ نفس الفعل. فحيلزم الإيه؟ المحذور الإيه؟ المذكور الذي أشار إليه أو صرح إليه. شين يبقى هو صاد، يعني السنوسيه دي لها متن اللي هو المصنف صاد. شين هو سيدنا الشيخ الآن بيشرح الكلام اللي قال، هو نفسه لسه ما دخلناش على صاحب مين؟ على صاحب الحاشية. شين بيقول الإشارة بهذا إذا عرفت هذا كده فوق، يعني لازم يكون لك عينان، عين فوق مش جنب بعض، واحدة فوق واحدة تحت، وبعدين لازم تكون في عين ثالثة للحاشية. يبقى كده هنرتبها كده، عين فوق وعين تحت وعين تحت تحت، ما فيش يمين ولا شمال. إذا عرفت هذا أيها المقلب، لما قال إذا عرفت هذا بيشير إلى إيه يا شيخ؟ إلى مضمون ما سبق. تمام؟ إيه مضمون ما سبق؟ المية صفحة اللي عدت دي دوري يا شيخ. هو قال ما سبق، والشيخ نفسه الرجل ما جاب سيرة الدور والتسلسل، أنت معك كتاب؟ أنت معناها أنت معذور، عاوز ترجع الإشارة وخلاص. ما هو مضمون ما سبق؟ ضعف التقليد والخشية على صاحبه. يعني العدد ده كله عاوز يقول لك ايه؟ الراجل يعني ربنا كان متلطف به في العباره، ده هو كان يذهب الى كفر المقلد وعدم صحه الايمان. هنا ايه؟ قال ضعف التقليد والخشيه على صاحبه، يعني الا يكون مؤمنا او ان يخلد في النار. وكيفيه الان خلاص كده يبقى الإشارة إلى مضمون ما سبق اللي هو ضعف التقليد والخشية على صاحبه. خلاص كده ما تعطفش، كلام جديد لك. وكيفية النظم للاستدلال بالنفس، يعني عاوزين نعمل إيه؟ عاوزين نعمل قياس نظم كده منطقي، كيف نستدل بالنفس؟ وفي أنفسكم أقرب حاجة، أقرب شيء. كيف طب استدل بالنفس على ايه؟ على الصانع، على الموجد، على الخالق. كيف استدل بالنفس؟ اقرب الاشياء زي ما قال الشيخ اللقاني، قال فانظر الى نفسك ثم انتقل الى عالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قال دليل العلم.
اللي هو لم تكن ثم كن، فيملك أسهل وأسرع وأبسط حال الإشارة له. وكيفية النظم، كيف ننظم الدليل، كيف ننظم الدليل، مش هنا نظم يعني شعر، كيف إيه ننظم يعني كيف نرتب الدليل. أن تقول كده أنا وأنت وهو وهي، خلنا أنا لم أكن ثم كنت، أو أنا موجود بعد، هي واحد، أنا لم أكن ثم كنت يعني أنا موجود بعد إيه عدم. إذا كنت متفلسف قول أنا حادث أو أنا ممكن، وكلها بمعنى واحد، أنا لم أكن، وكل من لم يكن ثم كان، أنا لم أكن ثم كنت، وكل من لم يكن ثم كان، أو كل موجود بعد عدم، أو كل حادث فله موجد أوجد، فينتج هذا البرهان أنا لي موجد أوجدني. شفت كده؟ ما فيش ملحد في العالم يقدر يقف معه، قل له تعالى يا ملحد يا ابن الملحد يا ابن أنت لم تكن، قل له كده ثم كنت، وسيبه بعد كده يضرب في نفسه. أنت لم تكن، أنا ما قلت إحنا ما لناش دخل، لم تكن إيه يعني أنت كنت مثلا كلب ولا تطورت من قرد ولا تطورت. وبعدين حتة التطور دي باطلة، نظرية التطور باطلة. ليه؟ لأنه لو كان الإنسان ده أصله قرد زي ما بيقولوا، وبعدين حصل إيه؟ ها؟ تطور، وبعد كده إيه؟ بيجي إنسان، مش كده؟ طب لماذا وقفت عند هذا الحد؟ بقية الناس إلا الآن الناس موجودة. طالما ظهرت الناس وتطورت المسألة ما زالت القرود موجودة، ليه ما تطورتش إلى ناس وقفت ليه عند ما ده موجود وده موجود؟ فلو كان في تطور يبقى معناها خلاص مش حاجة اسمها قرود انتهت، بعد ما القرد بيجي إنسان تنتهي فصيلة القرود، لكن ده موجود وده موجود. هذا بطلان نظرية الايه التطور، انه كان فيه تطور ابو القرد اللي قاعد لله ده ما تطورش ليه؟ ايه اللي حصل؟ اما اللي في القرآن بتاع اليهود مسخهم قرد ده عقوبة ليهم ولم يتناسلوا. ما يقولوا احنا في واسطة بالإنسان والقرد، ايه؟ واسطة بالإنسان والقرد. ده ايه ده؟ ايه اللي بين الإنسان والقرد؟ الحمار؟ لا الحمار موجود واحدة، الأسد، اللبوة، إيه الموج الواسطة اللي بين الإنسان والقرد؟ إيه هي؟ إنسان، هو لا هو قرد ولا هو إنسان. خالق واحد سبحانه وتعالى. ده الحديث بيقول أكرموا عمتكم النخلة، أي مخلوق هتحلل تلقاه من تراب، كل ما فوق التراب. إذا في تشابه بين الإنسان والفرس والحي، لكن فين هو حيوان ناطق؟ فين التمييز؟ هل رأيت قردا شرح كتابا ولا درس القرود؟ هل رأيت قرد اشترك مثلا في برلمان مثلا ولا أي كلام؟ فين يعني التجينات التكوينات اللي هي نقول عليها دي ماشي، انما ده تركيبه ده مختلفه، ومن كل شيء في قرد وفي قردة، في ادمي ذكر وانثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين. يعني ليه جاءت النظريه عند هذا الحد وتوقفت؟ ما استمرش ليه الموضوع؟ يقول لك قال في حاجه بين الانسان وبين الفرقيه، ايه مش راضين يقول لك عليها، ايه الحاجه اللي بين الانسان والقرد؟ ما فيش. لو الحاجة دي هتبقى عقول كده مش معروفة، ما ليه اكتشفت ده وما اكتشفتوش ده؟ ما فيش حاجة في العلم السلبي ده، يقول لك في حاجة سلبي، ما فيش ده. يعني انت لما تيجي تتحير تروح تفترض، ماشي.
والقرد ما زال موجود وسيظل القرد موجود، يمكن ينقرض الناس وتبقى الخروج. يبقى ايه القرد هو اللي تطور عن الانسان، مش الانسان هو اللي تطور عن القرد. مش ممكن؟ ايش عرفك مين اللي هينقرض قبل الثاني؟ يلا يا مولانا. قال الشارح رضي الله عنه وعنكم وعنا جميعا امين: الإشارة بهذا راجعة إلى مضمون ما سبق، وهو ضعف التقليد والخشية على صاحبه، وكيفية النظم للاستدلال بالنفس أن تقول أنا لم أكن ثم كنت، أو أنا موجود بعد عدم، أو أنا حادث. أي حاجة تنفع ماشي خلاص. وكلها بمعنى واحد، كل من لم يكن ثم كان، أو كل موجود بعد عدم، أو كل حادث فله موجد أوجده، فينتج هذا البرهان أنا لي موجد أوجدني. الله ينفعني غنيها نعمل أنا لي موجد أوجدني، تفتخر على العالم بهذا. الباقيين يعني الكفار اللي هو لا يعتقد أن له موجد وأنه يعتقد ملحد، فأنت تقول هذا ده ينفع يعني لو جاز الصلاة بغير القرآن أن يصلي بهذه الجملة أنا لي موجد أوجدني، مش كده؟ ومما زادني شرفا وأتيها وكدت دخولي تحت طولك، أنك صرت من أنك صرت عبدا من عبادي مخلوقا من خلقك، لك موجد أوجدك، لك رب خلقك ويرزقك ويمد وينعم عليك. أما المقدمة الأولى وهي الصغرى، فلا تفتقر إلى دليل، لأنها معلومة بالضرورة، لأن كل عاقل لا يرتاب في أن هيئته المخصوصة التي هو عليها وبها تحققت حقيقته الإنسانية مثلا كانت معدومة ثم كان. يعني دي الصغرى اللي بيسموها ضرورية، ما حدش يرتاب في أن هيئته المخصوصة اللي هو عليها وبها تحققت حقيقته الإنسانية مثلا كانت معدومة ثم كانت. وأما المقدمة الثانية وهي الكبرى الحاكمة بافتقار كل حادث إلى محدث بكثر الدال. فمنهم من يدعي أنها ضرورية لا تفتقر إلى دليل. يعني معنى كده حيبقى سبحان الله المقدمتان الصغرى والكبرى ضروريتان، مش عاوزة دليل. خلاص كده؟ نعم. سهل جدا الأمر واضح للشمس. يبقى كده قال لك منهم من يدعي أنها ضرورية اللي هي الكبرى لا تفتقر إلى دليل، حتى قال الفخر، فخر رازي عندنا في كتاب اسمه إيه؟ المعالم، عارفينه؟ اسمه ايه كده؟ في معالم في اصول الدين تضريبه، في كتاب المعالم بيقول ايه سيدنا الفخر الرازي رضي الله عنه، بيقول انه كونه اللي هي ما هي الثانيه دي الكبرى ايه يا شيخ حسن اسلام؟ كبرى ايه اسمها؟ الكبرى اللي هي كل موجود لابد لهم من موجود، او كل حادث لابد لهم، برضو زي الايه زي الصغرى. حتى قال الفخر في المعالم ان العلم بها مركوز في فطرة طبائع الصبيان، يعني الصبي يعني ضرورية مش عاوز ضرورية، فاذا لطمت وجه الصبي من حيث لا يراك، يعني خليت في الظلمة كده عيل صبي لسه رحت لطمته وبسرعة ايه اختفيت، وقلت له انما حصلت هذه اللطمة من غير فاعل البتة لا يصدقك. تقول والله ما يقول لك ده انا الالم هنا، يقول له ما فيش لطمة كده واحدة من غير ما حد يلطمك يصدق؟ ها هل يقبل هذا؟ لا. ده حتى الفخر بالغ شوية يقول لك بل في فطرة البهائم مش الصبي بس، فإن الحمار إذا أحس بصوت الخشبة فزع، لأنه تقرر في فطرته أن حصول
صوت الخشبة بدون الخشبة محال. يبقى صوت الخشبة ده له فاعل وهو الخشبة. فلو قلت بس يكون ايه الحمار اتضرب بيها قبل كده عشان ايه، انما لو وبعد كده اول ما يتمسع بيها تعرف انه في خشبة ضربته. لو حبيت تقنع الحمار انه حصل هذا الايذاء له من غير خشبة، الحمار نفسه لا يقبل هذا. ولذلك بيقول ايه الحمار، وليه جاب الحمار؟ قال لك لانه ادلى بالحيوانات. يبقى خلاص ما فيش داعي نجيب حاجة تانية. احمر يعني اجهل حاجة عرف انه ايه انه الصوت ده خلاص. فان الحمار اذا احس بصوت الخشبة فزع، لانه تقرر في فطرته ان حصول صوت الخشبة بدون الخشبة ايه محال. ومنهم يعني اللي بقول مش ضرورية من يقررها بوسط يعني بدليل، هتعتبر المقدمة الثانية ليست ضرورية وانما هي ايه نظري. فحنقف عند ايه ومنهم، واتنا بس الشرح كده الحاشي. قال المحشي رحمه الله: قوله اذا عرفت شروع في بيان النظر الموصل لمعرفة وجود الصانع. قوله: ايها المقلد الناظر لنفسه بعين الرحمة، الاضافة لادنى ملابسة، اي المقلد الحامل له على النظر لنفسه بعين بصيرته الشفقة عليها. بعيد بصيرته الناظر لنفسه بعيد بصيرته الشفقة، يعني بصيرته بصيرة التي تشفق على نفسه. قوله: فأقرب شيء الإضافة للاستغراء، أي فأقرب الأشياء. وهذا مبتدأ خبره أن تنظر. وقوله يخرجك صفة شيء، يخرجك عن التقليد، أي في عقيدة الوجود لا في جميع العقائد كما هو ظاهر العبارة، يعني في العقيدة دي فقط خلاص. وذلك أي أقرب شيء قوله نفسك، أي هيكلك المخصوص المركب من الجسم والروح. قوله: وفي أنفسكم خبر المحذوف، أي آيات وعلامات، يعني وآيات في أنفسكم أفلا إيه تبصرون، دالة على وجود الصانع. وقول: أفلا تبصرون، أفلا تنظرون، نظر متبصر، والفاء عاطفة على محذوف ومدخول همزة الاستفهام. أي وفي أنفسكم، أي أعميتم فلا تبصرون أو أغفلتم. وقوله على الضرورة، أي بالضرورة وبداهة. قوله أنك، أي أنك لم تكن، أي وكل من لم يكن ثم كان لابد له من موجد. فقد ذكر المصنف الصغرى وحدث الكبرى. وقوله فتعلم أن لك إلى آخره هو النتيجة. قوله الاستحالة إلى آخره تعليل لمحذوف. والأصل فتعلم أن لك موجدا أوجدك ولا بد أن يكون غيره، ما ينفعش تكون أنت. الاستحالة قوله وإلا، أي وإلا يستحل أن توجد نفسك بأن أمكن ذلك. قوله لما في إيجادك بخلاف إيجادك لغيرك فلا تهافت فيه، فلذا كان إيجاد الغير أهون من إيجاد النفس. قوله من زيادة التهافت، أي التنافي والتساقط، وإضافة زيادة لما بعده للبيان. وقوله الجمع إلى آخر عطف تفسير. قوله هو تقدمك على نفسك، أي من حيث الفاعلية، وتأخرك من حيث المفعولية. فالمراد التقدم والتأخر في الزمان، أي وإذا بطل كون الفاعل مفعولا لنفسه بطل كون الشخص موجدا لنفسه. ما كل ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ نفس فعلي أي مفعولي، فأراد بالفعل الحاصل بالمصدر وليس المعنى المصدري. قوله ما سبق، أي من العبارات. قوله وهو إلى آخر بيان لمضمون ما سبق. قوله وهو ضعف التقليد، أي ضعف القول به. والأولى أن يقول هو أن التقليد لا يكفي، وأن صاحبه لا ينجو من النار، لأن هذا مذهب مين؟ المصنف. يعني كان الأولى يصرح باللي قاله، مش يقول لنا هنا ضعيف، كأنه يوهم أنه إيه له وجه، يعني إنه هو أصلا حكم بأنه لا يكفي وأنه غير ناجح. قوله النظم، أي نظم القياس. قوله الاستدلال، أي لأجل الاستدلال.
ويمكن أراد بالضعف يعني الفساد وليس بالضعف اللي هو مقابل القوة. قوله أن تقول خبر كيفية، والقول بمعنى المقول إذ هو الكيفية، قول وكلها بمعنى واحد أي ما آلا، وإن اختلف المفهوم لأن الأولى ملحوظ فيها أولا العدم بخلاف الثانية والثالثة، فالملحوظ فيهما أولا الوجود. قوله فينتج هذا الإيه البرهان، جعل ما ذكر برهانا واحدا نظرا للمعنى، وإلا فهي في اللفظ ثلاثة إيه براهين. خلاص كده يبقى نقف عند إيه أما المقدمة الأولى أحسن، أما المقدمة إيه الأولى عشان نبقى ماشيين مع الصف. أما المقدمة الأولى، اللهم صل أفضل صلاة على لسان مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه.